جينا. يا مرحبا دكتورة سحر صبهاني مديرة المركز النسائي في حي النهضة، يعني كل حي النهضة، وهي السيدة الفاعلة. أنا كنت معاها مدير للمركز الحي. تعالي كده دكتورة عن النور. في إدارة المركز الرجالي، وهي كانت في إدارة المركز النسائي. صمدت ووقفت وعملت حراك اجتماعي نسائي في هذا المركز يضاهي ويتفوق على كثير من المراكز داخل مدينة جدة. تم اليوم الأحد 4/1/1439 هجرية الاحتفال باليوم الوطني 87 بالقسم اللجنة النسائية بمركز حي النهضة وإطلاق مبادرة سترونها. روحي وما ملكت يداي فداه وطني الحبيب وهل أحب سواه وطني الذي قد عشت تحت سمائه. أتفضل يا دكتورة، اليوم شرفتني في هذا في مركز خيرات الطائف. الله يعطيك العافيه والصحه يا استاذ رويد، انا ما انسى اصلا يعني وقفتك في اساس في تاسيس المركز. وهو الذي قد عشت فوق رضاه، والصراحه دائما اني متابعتك وحريصه اني اجي اخذ من الخيرات هذه، ومو بس انا، كل ما انسر في الجروبات يقولوا لي اللوكيشن يا دكتوره، اللوكيشن يا دكتوره. منذ الطفوله قد عشت ربوعه، اني احب سهوله ورضاه. فاليوم خصصت بخصوص عشان اجي اشوف المكان الرائع ده وارسل لهم. وصراحة أستاذ رويد يستاهل، يعني يستاهل كل خير، يعني يعمل خير ترى يعني من غير مقابل. فالله يوفقك ويرزقك من أوسع. تذكر يا دكتورة كنا مسوي مبادرة وتكلمنا في إذاعة جدة اللي هي مبادرة تحفيز وتشجيع أبناء الوطن للعمل التجاري والحرفة. وطني الحبيب وأنت موئل عزة، ومنار إشعاع أضاء سناه. وطن الحبيب وأنت موئل عزة، ومنار إشعاع أضاء سناه. في كل لمحة بارق أدعو له، في ظل حال عطرت ذكراه. أنت شاهدة على تأسيس هذا المركز، والآن التشغيل الفعلي لسه ما بدأ. بدينا باليوم الوطني، وإن شاء الله هو لفت الأنظار إنه المركز موجود ونشارك في هذه الفرحة الوطنية. ودنا تحدثينا، خلاص تقريبا التيار الكهربائي خلال الأسابيع القادمة هنبدأ أنشطة المركز. ودنا تحدثينا عن تصورك لأنشطة القسم النسائي في مركز حي النهضة، ورسالة منك. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. أول شيء أهني خادم الحرمين الشريفين بمناسبة اليوم الوطني وولي العهد الأمير محمد، وكذلك جميع الشعب باليوم الوطني. طبعا اليوم الوطني هذا يوم للجميع، والكل بيحتفل باليوم الوطني. طبعا بالنسبة لنا كمركز حياة النهضة شيء جميل جدا، وسعيدين يعني منتظرين ده اليوم من أكثر من 3 سنوات. اليوم عندنا حننطلق مبادرة كيف تعرف جارك، وهذا عنوان المبادرة حقتنا بإذن الله. اليوم حيكون أول يعني بمناسبة اليوم الوطني والاحتفال هذه حتطلقي مبادرة، أول مبادرة كيف تعرف جارك. بس هو ما هو راضي يجي يمسك الإعلام في الجمعية، وأنا أرشحه كم مرة. لا لا، إعلام الجمعية لازم يقدروا. أنا ماني جاي ألعب، أنا الجمعية أنا ما داوم، أنا ما يجي ناس أقل مني مستوى إنه يجي يديرني. أنا أدير. الله، والإعلام أنت عارف الإعلام قوي ما يكون. وإحنا عملنا إعلام قوي في مركز الحي النهضة. أي والله. يعني أتوكل. يمكن أكثر من الأعمال اللي تقوم فيها. صراحة أيوة. وأتوكل على الله، والله يرزق من أوسع أبوابه، وأنت إنسان رائع وتستاهل كل خير. دكتورة سحر، أضيفي لنا إضافة فيما يخص، عرفينا وعرف المشاهد
فيما يخص المراكز الأحياء. مراكز الأحياء أو قسم النساء إيش حتقدمونه؟ بالنسبة لقسم النساء حيكون عدة أنشطة اجتماعية ثقافية صحية. طبعا إحنا أهم حاجة مركزين دي السنة يعني على تبع الرؤية حقت الأمير محمد إنه أهم حاجة بنركز على سن الشابات، لأنه عندنا مع الأسف أخذين فكرة إنه مراكز الأحياء يعني الفكرة القديمة إنه بس مركز تسلية. لا، إحنا عندنا طاقات وعندنا الشابات وعندنا دورات تدريبية مكثفة جدا للجميع، دورات تجميل، دورات خياطة، دورات طهي، كمان الفتيات المقبلات على الزواج عندنا في العنف الأسري، عندنا في استشاريات يعني في استشاريات متخصصات في ده الشيء. حنقدم دورات فيما يخص هذا؟ حنقدم، وكمان حنخرج بمبادرة تانية بعد المباراة دي مجهزينها، مفاجأة بس هي تخص العنف الأسري. أنا سعودي نعم جادي شهودي بجد تستاهل كل خير. عشان النور اللي هنا. الله يوفقك، وانت انسان رائع يا استاذ رويد، وتستاهل كل خير، والله يوفقك من جد. يعني انا يعني سعيده واتابعك على طول، ويعني من جد مبسوطه يعني، لانه والله يعني لك اوقا يعني افضال في المركز وما تتنسي. وان شاء الله ان شاء الله كلنا لبعضنا، وهي ربنا يوفقك يا رب، التعاون بين ابناء وبنات الوطن، ويكفي انك ناقل لنا صوره الطائف، هذا اجمل شيء يعني. حتى بعدين برضو في جدة بدينا نخش العمق التاريخي. لا بس احنا جدا. عشان انا ابغى الطائف، لانه انا يعني احب الطائف كثير واحب اسمع عنه. اجي شعبان والله افضل رز بخاري ويغمش ومنتو، فهذا يا ما كنا عنده ذكريات الصبا الشارع. واحنا المواويل دايم على الباب. الله يعطيك العافيه، شكرا دكتور سعد، شرفتينا.